صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. أو بعد ما ابيض القذال وشابا أصبو لوصل الغيد أم أتصابا، هبني صبا فمن يعيد غوانيا، يحسب نبازي المشيب غرابا، قد كان يهدي ليل شبيبتي فضللنا حين رأينا فيه شهابا، والغيد مثل النجم يطلع بالدجى، فإذا تبلج ضوء الصبح غابا لا يبعدون وإن تغير مألفون، بالجمع كان يؤلفون أحبابا، ولقد وقف فما وقفنا مدامعي في دار زينب، بل وقفنا ربابا، وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعاب أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة فعود يا بابا، ونحى العراق بفتية من غالب، كل تراه
الله المدرك الغلابة طوح الحادي وضع عنها جبحنينا زينب تنادي سفرة القشرة علينا صاحت بكان في الهيل شديد العزم والباس شمر اردانك وانشر البرق يا عباس جني عاينها مصيبة تشيب الراس ما ظلت نرجع عبدالتنا المدينة قالها يا زينب هاج عزمي لا تنخين ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي لا تنقلب شاماتهم ويا العراق لطحن جماجمهم وانا حامل ضعين لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف انا ما يروعني طعن الارماح وضرب السيوف بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون صحت عرفك بالحراب عباس وافي قطع الزند هذا الذي منا مخاف اليوم بمعزة ومن بعدكم مدري شوافي يا هو اللي يرد الخيل لو هجمت علينا ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد الحديث الليلة
تحت عنوان جولة في عالم البرزخ. الإنسان يمر بعوالم ثلاثة: عالم الدنيا هذا الذي نعيشه، وعالم البرزخ عالم القبر، ثم عالم القيامة. وكل محطة يخشى الإنسان منها. لهذا الله لما تكلم عن النبيين القريبين لبعضهم البعض يحيى وعيسى، لما تكلم عن يحيى قال: والسلام عليه يوم ولد، يعني يوم جاء للعالم الدنيا، عالم جديد عليه، مستوحش، قال له سلام فلا استيحاش. ويوم يموت ليدخل عالم البرزخ عالم جديد، ويوم يبعث حيا عالم القيامة عالم جديد. فيحتاج إلى الأمن والسلام في هذه المحطات. وعيسى يقول: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نفس المحطات الثلاث. هسه واحد سمع كلمة للإمام الصادق، لأن الروايات تتكلم عن القيامة يوم الشفاعة، الشفاعة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، مدخر إلى القيامة والبرزخ ما في شفاعة. مو معنى ما يحضر الأئمة، بس مو بعنوان الشفاعة، الشفاعة مدخرة إلى يوم القيامة. لهذا الإنسان قد يكون عقابه في البرزخ ليرد القيامة وقد نقي من الذنوب. فكلمة الإمام الصادق: ولكني والله أتخوف عليكم من البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر، يعني عالم البرزخ، عالم القبر. مو المقصود هالقبر، هذا كناية عن هالعالم، وإلا مو كل إنسان يحصل قبر. من كان يموت في البحر كان ترمى جثته في الماء، انتهي، الأسماك يفترسونها يفترسونها. قال: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة. البرزخ في اللغة هو ما كان بين شيئين، ما يتوسط شيئين. فالبرزخ الآن في الإصطلاح عالم البرزخ يتوسط عالم الدنيا وعالم القيامة. الآن السؤال الأول، لأن نحن نريد نتعلم عن هذا العالم اللي مندخله بعد حين، لا ندري تطول مدتنا في الدنيا أو تقصر، لكن لابد أن نلج عالم البرزخ. هذا العالم هل ترجع الروح فيها إلى البدن أم لا؟ الروايات تقول لا ما ترجع. يعني شلون تبقى أرواح بلا أبدان؟ لا، يكون لها أبدان غير أبدان الدنيا، مو مادية. نفس هذه شكلها شكل الإنسان اللي كان في الدنيا لكن مو مادي. حتى نقرب الفكرة، اليوم يسوون صورة ثلاثية الأبعاد، تدخل يدك تشوف يدك ما في شيء داخل، هي تشكل بشكل كأنه إنسان كامل لكن هو مو مادة، تحط يدك تدخل. هذه الروايات استفاد منها العلماء أن البرزخ أكو جسم غير مادي الروح تدخل فيه، لكن ليه الأبعاد الثلاثة تشوف تقول هذا فلان، بالضبط هذا فلان، تعرفه من شكله الذي كان في الدنيا. شوف الرواية عن إمامنا الصادق: إذا قبضه الله، قبض الإنسان روحه، صير تلك الروح في قالب كقالبه في الدنيا، نفس القالب الشكل، فيأكلون ويشربون. فإذا قدم عليهم القادم من الدنيا، جاي واحد وميت، عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. إيه هذا فلان، بالضبط تعرفون الرسم. فإذا جسم آخر. هسه السؤال، لين رحنا عالم البرزخ خلاص ما لنا حسنات ما لنا سيئات، يأتيك حسنات من طرفين، من طرفين. طرف الأول منك أنت قبل أن تموت، سويت شيء يبقى أنت في البرزخ لك ثواب. والطرف الثاني من المؤمنين. خلينا نبدأ بالطرف الأول. كلكم سمعتم الحديث الذي يقول: يمو إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ما في حسنات خلاص،
إلا من ثلاث: صدقة جارية. شوف حبيبي، أنا يجيني فقير أعطيه 10 دينار، هاي مي جارية، لأن بيأكل بها عشاء وغدا وانتهت. لكن إذا قرية تحتاج ماتم أو تحتاج مسجد وما عندهم إمكانيات، أنا ساهم لو 10 دينار. هذا المسجد كلما تعبد فيه، كلما ذكر الله فيه، أثاب على ذلك وأنا في قبري. هي صدقة جارية. فالصدقة الجارية هي أن أساهم في شيء ما ينتهي، مثل عشيت فقير، لا يبقى موجودا كلما استفيد منه لوجه الله، أثاب على ذلك في قبري. هذا الأمر الأول، هذا فعلي أنا قبل لا أموت. الأمر الثاني، تقول الرواية: وعلم ينتفع به من بعده. ألفت كتاب، ها، وناس أنا ميت ويقرون في كتابي وأنا أستفيد ثواب من عملهم. هذا البعض يقول خسارة، أنا مو شيخ. لا يا حبيبي، ترى المسألة مي خاصة بالشيخ. أنت لو تعلم ولادك، عندك 5 أولاد، إذا علمت 5 من أولادك الوضوء والصلاة، أنت بقبرك نايم وهم يصلون، ولك ثواب صلاة 5 أولاد. إذا عاش كل واحد 60 سنة بالغ، 60 × 5 300 سنة، أنت بقبرك لك ثواب 300 سنة. ثم إذا هم علموا أولادهم والواحد صار 5، بعد الكلكوليتر يا الله أخذه وكسره، أكسره يا الله، يقول بس أنا الأرقام حدي لهني، وأنت تبي أرقام زيد ما أقدر أشتغل. فمن علم علم حتى لو مات ثوابه إليه. واحد يقول أنا خاطري مو بس أولادي. إيه تقدر، الواتساب حين واحد ينقل مسألة، بس إحنا ما نتمنى من الناس تكتب المسألة هم، لأن ساعات ما يفهم المسألة عدل ويروح ينشر لنا فكرة خاطئة. نقول له دش مكان المرجع، موقعه في استفتاءات، خذ استفتاء جاهز تشوف الناس محتاجة إليه وطرش على جروباتك. في هالحالة أنت ما أخطأت، لأن هذه صياغة الفقيه نفسه أو مكتب الفقيه، وأنت دورك نشرت لك ثواب كل واحد عمل بها. أنا واجد جيني واتسابات يقول انشر تؤجر والفتوى غلط، وقعد يا الله أرد أطرش ليه، مشكور شيخنا أريد هو يطرش ليهم زين، وتقعد القصة. هذا الواحد لا يتعب روح، أول إما يستفيد من بعض الطلبة أو يروح موقع المرجع ياخذ المسألة ويطرشها. الشيء الثالث، قال: أو ولد صالح يدعو له. إحنا ما لنا زاغر نربي أولادنا، ولدي مراهق ما عرفت عمل ياك، حين أدقه عجلة خليه يرفع صوته، هذا مراهق بلا عناية خاصة، ما لنا زاغر. لكن لو واحد يقول أنا خلني أربي ولدي صاح، كلما عمل خيرا ثوابه لي، والناس بس قاعدة تقول رحم الله عليك رحم الله عليك، ها شقد تسوى كل يوم الناس بس تقول له ولدك رحم الله والديك رحم الله والديك. احنا عندنا مشكله يا احبه، مشكله ان احنا ما لنا زاغر. نقول فكروا في في الثمره، شوف الفلاح تقول له وش اخبارك في الحر، قال انا زين، قل لي زين حر وتصبب عرق، قال هذا اللي انطلع كان تعرف بدخله وش دراك. شوف لما ينظر للثمره ينسى الالم. لين تقول له واحد وش كم بيعطيك على هالشغلة، والله بيعطيني خير وانت تعبان فيها، قال والله لا اشعر بالتعب، انا من اتذكر الاجر اللي بيعطيني اياها، ما شاء الله هذا كريم يعطي زايد انا مرتاح. فالانسان اذا فكر في الثمرة ينسى تعب الزرع وتعب الشغل كله. فاحنا لو نفكر ان اولادنا اذا نصبر عليهم شوية ونعطيهم من التربية الصحيحة ونقرأ ونتعلم كيف نربي، منعرف بعدين نحن في قبرنا، في قبرنا ولنا ثواب. شلون يعني؟ هسا انتهينا من هذه، انجي الآن إلى النقطة الثانية، أن الناس تقدم لك خير. إذا أنا ولدي صالح، الروايات وش تقول؟ الروايات تقول لا أحد يفكر، معنى الرواية هكذا: إذا شخص كان بأمه وأبيه بارا فماتت الأم أو الأب وقام ما يروح يقدم لهم صدقات أو عمل صالح، دين ما يقدي دينهم عليهم، صلاة ما يصلي عنهم،
في هالحالة ينقلب من كونبر إلى عاق. لأن بعض الناس يقول أنا الحمد لله والدتي كبرت في السن، قمت أنا وديها الخل الحمام أشيلها على ظهري، والله الصديق والدتي آخر لحظاتها تقول أنا راضي عنك يا ولدي الله يوفق. قل لا لا تأمل، القصة انتهت ما انتهت. الروايات تقول إذا هي في القبر محتاجة حاجة أزيد من حاجة الدنيا. حاجة الدنيا انت ما سويتها بيسويها غيرك، بس حاجة الآخرة تخلصها من الشدائد. فالآن شنو؟ الآن يا حبيبي إذا واحد ماتت أمه وما قام يقدم لها عمل صالح يقلب عاق، والعكس بالعكس. إذا واحد يقول أنا نادم أمي ماتت ومي راضي عني، يقول ليه ما فاتلك الأوان سوي لها عمل صالحة سوف تكتب بارين. هذه الروايات. والرواية تقول مر نبي الله عيسى على قبر يعذب صاحبه. يعني شنو الآن واحد في قبره يعذب؟ يعني وين؟ يعني خلاص طلع من الدنيا مو زين، غلبت سيئاته حسناته فيعذب. نبي الله عيسى مر على نفس القبر عقب سنة، زين ما نسى، هذا نبي ونبي معصوم، هالأمور بعيدة عنه. فمر على نفس القبر، ولأن الأنبياء يكشف لهم، فوجد أن صاحب القبر لا يعذب، فسأل رب، قال لي يا رب هذا قبل عام يعذب، سنة ما يعذب، شنو الجواب؟ لقد أدرك له ولد، يعني بلغ ليه ولد كان صغير، فآوى يتيما وأصلح طريقا. طريق مو سالك الناس تمر عليه، جرت تبل الناس يطوفون براحة، وشاف يتيمة لأحد آواه، هالعملين غفر للأب فضلا عن الولد، مع أن الأب كان يعذب. فالواحد يا حبيبي إذا ربى ولد صالح هو ميت، وكل واحد هالولد اللي يعمل من الخيرات الله ببركة هالولد يعفو عن الأب. بعض اخواننا السنة امنوا بان لا الميت ما يفيد الا عمله، بعد انت تطرش ليه ما يستفيد؟ نرد عليهم بالبخاري. البخاري يقول قال رجل لرسول الله يعني صلى الله عليه، ان اختي نذرت ان تحج، تروح الحج، وانها ماتت ما وفت بنذرها. فقال النبي صلى الله عليه وآله لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ لو حج فلان يطالبها بدين تسدد دينها؟ قال بلى. وايش قال للنبي؟ قال فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء. روح اقض دين اختك النذر اللي نذرته، إذا هي ما تستفيد ليش اقضي؟ تستفيد. حتى القرآن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين، يعني إذا أنا دعاء إليهم ما يستفيدون، دفتر حسناتهم سيئاتهم مغلق، قال ليش أدعو إليهم؟ خلاص. فآيات أدلة كثيرة استدل بها على أن الميت يستفيد من الأحياء. الآن يا حبيبي انجي لرواية طويلة شوي لكنها حزينة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول النبي قاعد حول أصحابه قال اهدوا، قدموا هدية، اهدوا لموتاكم. فسألوا يا رسول الله وما هدية الأموات؟ قال الصدقة والدعاء. وقال إن أرواح المؤمنين تأتي كل جمعة. وين تجي؟ تجي فوق البيت اللي عاشت فيه، البيت اللي هو اشتراه وبناه وتعب عليه، الآن أولاده عايشين فيه، اجي الروح على البيت يوم الجمعة. تأتي كل جمعة إلى السماء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم، ينادي كل واحد منهم بصوت حزين يا أهلي يا ولدي يا أبي يا أمي وأقربائي اعطفوا علينا. شنو طلبهم؟ طلبهم شيء، هو كان فلوسهم صارت عندنا كإرث. اعطفوا علينا يرحمكم الله بالذي كان في أيدينا.
كان ملكنا والويل والحساب علينا. مو الله بيحاسبنا من وين طلعنا هالفلوس؟ عمل حلال لو حرام احين تركنا ليكم؟ اعطفوا علينا بشيء. والمنفعة لغيرنا، انا الله يحاسبني عليه والمنفعة لأولادي. وينادي كل واحد منهم أقرباءه اعطفوا علينا بدرهم برغيف، الخبز بعشرتين في البحرين، يقول رغيف تصدقوا خلي جيلي ثواب صدقة خبزة واحدة، أو بكسوة يكسكم الله من لباس الجنة. الرواية تقول ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وبكى أصحابه، فلم يستطع رسول الله أن يتكلم من كثرة بكائه. أنت الحين تأثرت، أنت تأثرت لأنك تخيلت الصورة. النبي يشوف، النبي تكشف له الأمور، يشوف هذا أب تعب وسهر ربه هالأولاد، وروح الآن يوم الجمعة تأتي وتطلب وتلتمس، والأولاد كل واحد يقول أنا أحق بحصتي في الأرث منك يا فلان، وصير الهوشة اللي أبو ما حد يذكره بشي أبدا. فالنبي بكى بكاء شديدا ما استطاع يتكلم. ثم قال أولئك إخوانكم في الدين، لأن حتى أبوي أخوي في الدين، فصاروا ترابا رميما بعد السرور والنعيم، فينادون بالويل، ينادون هم نفسهم الأرواح تنادي بالويل، فينادون بالويل والثبور على أنفسهم، يقولون لو أنفقنا ما في أيدينا في طاعة الله ورضائه ما كنا نحتاج إليكم. فيرجعون، يرجعون من حيث أتوا، يروحون الأرواح، فيرجعون بحسرة وندامة وينادون أسرعوا صدقة الأموات، لا تأخرون، طلعوا صدقة يوم الجمعة، احنا ننتظر شي معدكم. شفت الآن تروح للوالدة تقول يا ولدي محتاجة منك 500 فلس، 500 يما هاش 20 دينار، وأنا غلطان ما عرضت عليش مني ابتداء، قالت 500 من لا تأخذين 20، زي لك ماتت حاجتها الأخروية أشد من الدنيوية، وش يضرك 500؟ احنا نطير عشاء على أولادنا ونفلت بقية الزاد في القمامة، نخصص شوية نذكر الأموات. يختلف الحال، وش يستفيد الميت؟ نقرأ رواية صغيرة عن رسول الله، إذا تصدق الرجل بنية الميت أمر الله جبرائيل أن يحمل إلى قبره، قبر الميت، 70,000 ملك، في يد كل ملك طبق، فيحملون إلى قبره، ويقول جبرائيل يقول السلام عليك يا ولي الله، هذه هدية فلان ابن فلان إليك، فيتلألأ قبره، يعرف من هو اللي طرش الهدية، يتلألأ يستانس. ساعات واحد يقول أنا في قلبي ألم، مرة تهاوشت يا واحد وحين توفى أنا ضربت ضارب، قول لي حين إذا ليدي ود لا ورثته ما ليلة، أنا ما صار يعني حمرار شيء، أنت أديته في شيء تقدر ترسل لي أعمال صالحة يرضى ويطيب قلبه، لأنه هو الآن محتاج لكل ما يرسل إليه. انتهينا يا أحبتي من النقطة الأولى. النقطة المهمة، انجي لمحطات عالم البرزخ، المحطات المخيفة. أول محطة، محطة المساءلة، منكر ونكير أو مبشر وبشير، احنا وإيماننا وكفرنا. هذه المحطة ويش اللي ينجينا منها؟ ويش اللي ينجينا؟ في الروايات أن تلقين الميت ينجي الميت من سؤال منكر ونكير. متى نلقن الميت؟ الميت يلقن 3 مرات استحبابا. المرة الأولى قبل لا يموت يحتضر، شفناه يحتضر، جينا نقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله عقائد الحق. واحد يقول أنا أحتاج علم، أبوي كل صلاة يذكر رضيت بالله ربا وكذا حافظ، أنا لو أقول لك قوم اركب المنبر الحين بقرأ الحمد يمكن ما تجده، أنت في الصلاة ممتاز يمكن، بس من يصيدك شي هول شوية تنسى الشيء. إذا واحد صاد هول ينسى الأشياء.
غير أن الأعمال السيئة ساعات تخلي واحد تحول بينه وبين أن يذكر الكلمات الحقة. النبي حضر لشاب يموت، قال ليه شهادتين ما قدر يقولها؟ كل ما يقول ليه ما قدر، فالتفت إلى امرأة على رأسه قال أنت أمه؟ قالت نعم. هل أنت راضية ساخطة عليه؟ قالت إيه يا رسول الله، ساخطة من ست حجج، من ست سنوات. قال لها ارضي عنه برضا، ارضي عنه. قالت ارضى عنه برضاك عنه يا رسول الله. لما سامح حتى قدر يتشهد. فاحنا هالشهادة نحتاجها وقت الاحتضار. ثم اذا وضع الميت في قبره المرة الثالثة اذا انصرف الناس عنه يستحب ان يبقى اقرب الناس اليه وليه الشرعي، فاذا مشى الناس لقنه بصوت مرتفع، رفع صوته حده. الرواية تقول هاللحظة الناس مشوا يجي منكر ونكير ويسمعونك واحد يلقنه فيقول أحدهما للآخر انصرف بنا فقد لقن حجته، ما يحتاج يسأله كل قانون. فأول شيء يمنع من محطة المساءلة والتلقين، تلقين الأحياء له. اثنين، أعمال الميت قبل موته، ورد إحياء ليلة القدر بما ورد فيها من أعمال يمنع المساءلة في القبر. بعد الصلاة، الصلاة والزكاة وصبر الإنسان على نوائب الزمان يمنعان عنه المساءلة. بعد مكان ما يدفن، شفت العراقيين إذا مات واحد بالبصرة وين يدفنونه؟ يشيلون إلى النجف. الشاعر يقول إذا مت فادفني إلى جنب حيدر أبي شبر أكرم به وشبيري، فلست أخاف النار عند جواره ولا أتقي من منكر، لأن حامل جار كرامة لقسيم الجنة والنار، اللي يدفن بجنبه لا يناله مساءلة من منكر ونكير. بعد انجي الان، وش الاسئله اللي في القبر؟ الاسئله بسيطه جدا، ورد في الروايات على مستوى العقيده، من ربك؟ من نبيك؟ من امامك؟ ما دينك؟ اربعه اسئله سهله، لكن المشكله احفظها لولا والله حافظ. هناك هناك في الشده ساعات احنا في الحج اذا تعبنا ما ندري شنو، ما ندري المسائل ننساها، نحمل يانا مذكرات صغيرة نقول من التعب ننسى. فإذا الإنسان عند عالم جديد داشنا هول ينسى ينسى. بعد يسأل عن الصلاة والزكاة والحج والصوم وولاية أهل البيت عليهم السلام، هذه أركان الدين عندنا يسأل عنها. بني الإسلام على خمسة الأمور يسأل عنها. طبعا ورد في الروايات أن إنما يسأل من محض الإيمان، الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، أما الوسط قد لا يسأل في القبر. المحطة الثانية ضمة القبر، ضغطة القبر، هذه ضغطة القبر. أول سؤال وش سببها؟ وش أسبابها؟ الروايات ذكرت بعض الأسباب. أول سبب تضييع النعم، إحنا نعمنا مضيعة حقيقة. شلون مضيع؟ شوف اللي نرميه من طعام شقد، شوف الملابس صاروا صناديق خيرية تقول جيب ملابس، جيب ملابس كل ما تبيها احنا نبيعها ونتصدق بالثمن على فقراء، تروح تحط كيس ثياب ما يقبل من ترس. اقعد ادور ادور من منطقة كل مكان اروح كم مكان كله متروس، عندنا تضيع نعم. حتى النعم ايدي ما استخدمها صح، تلفوني منصب فيه مفاتيح الجنان ومنصب فيه واتساب وانستغرام وتويتر، تعال شوف الوقت اللي ياخذها البرامج، الواتساب ونكات وفيديوهات. زي مفاتيح الجنان متى فتحت؟ اي والله ليلة القدر كان جيت الا الكتب خلصت طلعت التلفون في مفاتيح الجنان، شوف ليلة القدر والمرة الجاية ليلة القدر الجاية ان شاء الله قرآن فيه. احنا يا حبيبي ساعات نتعطل، الان تقدر تخلي في التليفون دعاء الصباح بصوت اي واحد قارئ حزين مؤثر، اول ما تركب السيارة تضرب سلف شغلت هالصوت وظلت تمشي للشغل، ما حد يتصل لك الصبح من وقت
فالتلفون مو مكان اتصال. انت مني للشغل كحين واحد طالع عليك وكحين اشارة وقفت وكحين دوار ممل، كل هذا بتنساه، بتستغل وقتك ما توصل الا انت قريت دعاء الصباح كامل. نعم عدنا نضيعها ما نستثمرها صح. الرواية عن رسول الله: ضغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضيع النعم. يضيع النعم، هذا واحد. اثنين، سوء الخلق مع العائلة. الرواية تقول لما مات سعد بن معاذ، شخصية من الصحابة مبرزة، قالوا لرسول الله لقد مات سعد، فجاء إلى المغتسل ووقف عند عضادة الباب والناس تغسل، الصحابة يغسلون سعد بن معاذ، يوم غسلوه وكفنوا رفعوا للتشيع، شوف النبي مشى يشيع سعد بن معاذ في الرواية بلا حذاء ولا رداء. متى واحد يترك رداء عند العرب؟ يعني مصيبة كبيرة على قلبه. ومتى يمشي حافي؟ يعني شخصية عزيزة على قلبه ومهمة. يمشي حافي وبلا رداء، وشافوه يجود يمين السرير النعش يعني، ورد يروح يسار، أحين مجود يمين أحين مجود يسار. وتالي يوم نزلوا سعد في القبر، نزل صلى الله عليه وآله: ناولوني حجرا وحط الحجر، ناولوني ترابا وسوى القبر. ولما أهيل التراب استانست أم سعد، قالت أم الميت، قالت هنيئا لك يا سعد الجنة. فالنبي قال لها: مه يا أم سعد، لا تجزمي على ربك، إن سعدا أصابته ضمة. ضغطة القبر صادته، النبي ماشي في جنازته وحاملينها ونازل بقبره. لما رجع النبي الصحابة قالوا: متعجبين اليوم احنا يا رسول الله، شفناك تمشي بلا حذاء ولا رداء، شنو القصة؟ قال الملائكة: وجدتها تمشي بلا حذاء ولا رداء فصنعت كما صنعت. قالوا: ليش شفناك تاخذ يمين السرير ويسار السرير؟ قال: يدي في يد جبرائيل، ياخذ اليمين اخذ اليمين، ياخذ اليسار اخذ اليسار، مثل ما يسوي جبرائيل. يعني الملائكه والنبي مسوين هالشغل ومع ذلك ضمه. فسالوا: ليش قلت عجل؟ ان سعدا اصابته ضمه. قال: ان كان له خلق سوء مع اهله في البيت، واجد نسوان واولاد. تقول له: وش احوال ابوكم في البيت؟ قال: ابوي هذا كان يعني وش يقول، ابوي قبل لا يوصل بساعه يسير الرعب امامه ساحه، باقي ساعه ويجيوا منه تقول حمج ابوكم، قعدوا اوادم من يدش خلاص زمره وضربه وصراخ وسبه. وانتي الحاجيه وش اخبار شيا؟ قالت: اقعدي تشرش ليه بتر الضحك، لان انت راس طلع ويا الناس، يخلص متر الضحك اذا جا البيت ما عنده ولد ولا نقطه يضحك يا يعني. خلاص متر الضحك مخلص زمرتنا البيزه. هذا تصيده الضغط ولا ما تصيده؟ تصيده في الروايات. ناس وايد نسوان يشتكون، يقول وش حلاوته يا الناس، ساعات المراه ستوره، يقول له هنيئا ليش هالزوج واجد حباب اريحي، طيب احنا نشوفه ساعه نستانس من مسحته وخفته وكذا، انتي مستانسه يا في البيت. انتي تقول وش اسوي؟ اقول لهم خلي الله يستر عليه، والله هو وحش في البيت. على كل حال هذه الروايه تقول عن سوء خلق. بعد من الاشياء اللي توجب ضمه القبر النميمه. الحمد لله احنا ما عندنا نميمه. أنا شفتوني يوم أفتن بين واحد، لا الحمد لله ما عندنا، لا عدنا عدنا ساحات. حتى أجي للمقاول اللي يشتغل عندي أقول لي أنا جبت صلاح فلان، وهو مقاول نفسك وقبلك معه في السوق، قال لي إنك ماخذ زايد، هاي مين نميمة لك؟ أنا في نظري ويش أبو يرخصني، أنسى أن هذه فتنة وش قدها، يصير هوش التالي وصير غيبة وصير كذا، واجد صير واجد تصير لنا نميمة بدون ما نشعر. ساعات واحد يقول وش عندك يا الماء الملا، وش عندك يا ماتم فلاني، قايلين كذي صدق صار لك هالموقف زين، ويجي يداوي هاوش دلين ليش قلتون وليش كذا وليش.
فإحنا نمارس النميمة بس ما من التفتين إنه نميمة بس يتسوي مشاكل. لهذا المؤمن لسانه ورا قلبه، قبل لا تطلع الكلمة تروح القلب يوازنها صحيحة لو مو صحيحة تالي يطلقها. أما الأحمق لسانه قدام قلبه يفلت تالي يقول أوه صارت مشكلة أنا ما التفت ولا أخذت يعني حسابي. أنت يا ولد عمي يعني المفروض ترتب حالك. على كل حال بعد رواية عن أمير المؤمنين عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب الرجل أهله. عزب الرجل أهله يترك أهله يعلقها شيء عرفنا، بس البول وش له علاقة؟ فقهاء يقولون حفسروها كذا، إذا واحد ما يكترث بنجاسة البول يدش الحمام يقول واقف يرش بنطلونه يرش روحه ويطلع ها خلص إيه خلص طهرت إيه وش عاد اللي سهل سهل وعافس لك هو. هذا في ناس واجد بيوت تشتكي اولادها الشباب انما يدش الحمام كله نجاسه يقول الطهر. فمساله من لا يتقي نجاسه البول تصيبه ضمه القبر كما في الروايه. هسه وش اللي ينجينا من ضغطه القبر؟ اول شيء اعمال المؤمن نفسه، تالي اعمال الاخرين له. اعمال المؤمن نفسه صلاه الليل، صلاه الليل هذه صلاة الليل. يقول السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان أول ما جيت النجف وضع أحد العلماء يده على كتفي وقال سيد إذا أردت خير الدنيا فعليك بصلاة الليل، إذا أردت خير الآخرة فعليك بصلاة الليل. الآن رواية تقول إذا أردت خير البرزخ بعد فعليك بصلاة الليل، يعني خير الدنيا والبرزخ والقيامة. لكن صعبة لا 11 دقيقة تكفي، 11 ركعة هي ركعة في دقيقة، لا 40 مؤمن و70 استهلنا مستحبات يصير تخليها، هذه زيادة فضل مو واجبة مو متقوم بهالصلاة. تقدر تصلي 11 ركعة ثمان كل ثنتين بروحهم مع قنوتك الصبح، ثم ركعتي الشفع الشفع بعض الفقهاء يرى بدون قنوت، ثم ركعة الوتر. هاي أي سورة تكفي بتزيد بتجيب الطريقة الموجودة، هذه استحباب في استحباب لكن هي صحيحة بدونها. جرب في 11 دقيقة، احنا ننام متأخرين يعني يصير وقت الصلاة. وإذا واحد قال السيستاني عنده صلاة الليل تبدأ من الغروب مو نص الليل من الحين زمان استوقتها، فعاش 11 دقيقة يتعود تالي شوي شوي مطط فيها يصير زين، تالي ما يقدر يتركها. يوم اللي يغط عيونه ما يصليها يتأين بضميره عدل يقضيها يوم ثاني. على كل حال بعد الوضوء في الرواية النبي صلى الله عليه وآله رأيت رجلا انبسط العذاب في قبره فجاء وضوءه وأبعد العذاب. إذا تكون كله على طهارة هذا يتجسد ما يطفي النار، الوضوء ما يطفي النار. في البرزخ يجي العذاب يوصل إلى الميت، وإذا بوضوء الميت في حياته كله يكون على طهارة يبعد العذاب عنه. الوضوء ما يأخذ عند الناس طبيعيين لدقيقة، خذ الوسواسي بس الطبيعي دقيقة دقيقة ونص، هل قد ما يكفي للوضوء الواجب. بعد قراءة سورة الزخرف، من يدمن على قراءة سورة الزخرف لا تصيبه ضمة القبر. طبعا ما بتحفظون بس الأخوة يسجلون يمكن الاستفادة من التسجيل. بعد اللي يقرأ في الصلاة واجبة أو نافلة نون والقلم وما يسطرون هذا يرفع عنه عذاب القبر ضمة القبر. واحد يقول خسارة محافظنا، لا انت النافلة شيل القرآن واقرأ الحمد واقرأ سورة نون والقلم لو مرة تصليها في عمرك حتى يدفع عنك عذاب القبر. بعد زيارة الحسين وخير الحسين على الدنيا والبرزخ والقيامة، قراءة سورة التكاثر قبل النوم ألهاكم التكاثر في أقل من دقيقة، والصدقات أيضا تدفع البلاء عن الميت في قبره إذا هو تصدق قبل موته. الآن يا أحب نجي إحنا نبي نرفع العذاب عن الميت مو هو، إحنا ميت عزيز علينا توفى اليوم ما نبي يصيد عذاب القبر، وش نسوي له؟ وضعوا الجريدتين. لا تروحون لمغيسل يجيبون سعف نخلة صح ويقطعونها قطعتين، واحدة يخلونها من ترقوة الأيمن ملاصقة للبدن وواحدة فوق القميص الترقوة الأيسر. الرواية تقول ما دامتا رطبتين ما يعذب،
وفي الرواية النبي مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة، جاء له جريدة، يعني هذه سعف نخلة مثلا، مو المراد جرائد الصفراء والبيضاء والسوداء والحمراء، فقطعها قطعتين، خلى واحدة عند الرأس واحدة عند الرجل، قال يخفف عنا العذاب ما دامتا رطبتين. هذا نقدر احنا نقدم للميت، بدل ما نحط شموع واعلام ومزهريات، خلنا نحط كل مره رحله ودي جريده النبي سواها نسويها هكذا. بعد رش القبر بالماء ما دام التراب نديا يخفف عنه او يرفع عنا العذاب. وفي بعض المرويات انه يستحب رش القبر الى 40 شهر، ثلاث سنوات وشوي احنا نرش القبر. شوف بعض المقابر كل من جاء ياخذ ماء من المسجد ويصب، اذا المسجد عام مو بس المسجد، لكل من يرتاد المقبره، واذا رحت خذ ماء ورش احسن من اي الامور الاخرى، رش على القبر حتى يتجافى عنه العذاب ان كان في شده. بعد قراءه سوره تبارك الذي بيده الملك على قبر، احنا نروح ما ندري وش نقرأ على القبر، نقرأ منا قرآن، بس ما حد يقرأ الملك. اقرأ الملك. في الرواية عن ابن عباس واحد جاب خيمة ونصبها وقعد فيها وقعد يقرأ القرآن داخل الخيمة، وش قرأ؟ قرأ تبارك الذي بيده الملك، فسمع صائح يقول هي المنجية. ما مش حاجة، جل النبي قال يا رسول الله أنا قريت تبارك، سمعت صوت يقول هي المنجية، طلع مكان لنصر اللي قريتها فيه كان قبر. قال نعم، هي ترفع عذاب القبر، تنجي من عذاب القبر. فإحنا إذا زرنا الأموات نقرأ سورة تبارك، تأخذ دقائق بسيطة، هي في الجزء قبل الأخير، يعني سور مية طويلة. بعد إذا مات واحد وانت حاضر اقرأ الدعاء يرفع عنه العذاب، دعاء صغير يقرأ 3 مرات. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن لا تعذب هذا الميت. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن لا تعذب هذا الميت. الله محمد وآل محمد كرماء عند الله، لولا بكرامتهم عند الله بسامح الميت ما بعذبه في القبر. شيء بسيط نقدر نقدم الميت كثير، بس احنا ما نعرف لذا نجهل هذه الأمور. بعد انجي الى تربة الحسين توضع في القبر. شوف سامعين قصة شيخ علي الخلعي، هذا رجل من عائلة ناصبية عراقية، هذا امه كل ما تجيب ولد يموت، فقامت تسمي اولادها اسماء غريبة حتى اذا سمعت هذا ما تسمع، لين مات ما تسمع هالاسم، تسميه خنفس، متى تسمع كلمة خنفس حتى تتذكر ولدها، السمي جحش، ها؟ وكله يموتون معه. قامت قالت هالمرة نسمي علي، لو مات أني ما أحب علي ما أندم. سمت علي فما مات، عاش. شافت ما مات، اتخطى العمر اللي إخوانه يموتون. قالت عجل نندر نذر، إذا الله بلغ مبلغ الرجال وصار رجال ولا مات، أني أخليه في أفضل عبادة، أخليه كأنه وقف على عبادة، ينجز عبادة من أقرب القربات إلى الله. فلما كبر فكرت الآن ويش أقرب القربات، قالت أجيبه عند المنطقة المسيب، إذا طافوا زوار الحسين قتلهم بالمندقية. وجابت ليلة الجمعة وقعد تحت شجرة ينتظر زوار، إلى أن غطت عيونه ومروا زواره نايم، لكن في النوم رأى رؤية. أنا ما أيد الأحلام فوق المنبر، لكن هذه قصة هو صاحبها تنتقل من مذهب لمذهب. هذا الرجل رأى أنه قد قامت القيامة وجاءته زبانية النار وجروه إلى النار، لكن النار ما تشتعل فيه، فذهبوا به إلى مالك خازن النيران الملك الموكل بالنار، قال له هذا ما تشتعل فيه النار، فنظر قال إن عليه زوار غبار من زوار الحسين بن فاطمة. هذا لما أفاق دخل كربلاء، من المسيب راح كربلاء، وصار شنو أعلن تشيعه، وصار من سدنة
الحائر الحسيني، يعني أقرب القربات مو تقتل الزوار، هنا داخل. ولهذا هو صاحب الشعر اللي طالما جاء به الخطباء اللي يقول: إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني، فليس يمس حر النار جسما عليه غبار زوار الحسيني. فإحنا نخلي في العادة من تربة الحسين في قبر الميت، لأنها أمان من كل خوف تمنع عن الميت العذاب. هذا شيء. بعد زمن الوفاة البحارنا يقولون محسود الفقير على موتة الجمعة. في الرواية إذا واحد يموت بعد أذان الظهر يوم الخميس إلى قبل أذان الظهر يوم الجمعة، هذه ما يعذب في القبر. الرواية: من مات ما بين زوال الشمس من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة، يعني أذان الظهر، أعاذه الله من ضغطة القبر. بعد أن تدفن في النجف في وادي السلام بجوار أمير المؤمنين. قلنا لا منكر ولا نكير، ونقول الآن: لا ضغطة قبر ولا عذاب قبر، ببركة حامل جار يحميك مدام أنت بجواره. هذه المحطة الثانية انتهت. المحطة الثالثة: وحشة القبر، ظلمة. الزهراء لما وصت الإمام علي قالت لي: عقب ما تنتهي اجلس عند رأسي، اشتغل بالقرآن والدعاء كذا، فإنها ساعة ما أحوج الميت فيها إلى أنس الأحياء. توهم فارقينهم، مستوحش يحتاج يكونون يمه، فيقعد يقرأ قرآن عند قبره. النبي شاف جماعة من أصحابه قاعدين، قالوا قبر جاي يركض، قعد وقام يبكي. قال: أخوتي أصحابي، لمثل هذا اليوم استعدوا، لمثل هذا القبر استعدوا. الإمام علي يقول عن القبر: أشد من الموت القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إن القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود والهوام. فوحشة، كيف نبدد وحشة القبر؟ بعقيدة سليمة، العقيدة تضيء في القبر، تتجسد نور. بعد مما يتجسد: إذا جيت يا حبيبي في الدنيا في سواد هالليالي، الناس نايمة في الظلام، أنت تأنس بالله وتدعو الله وتتضرع إلى الله، هذه الوحشة التي في الدنيا تنقلب لك في القبر أنسا. في الأدعية نقول: ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. فمن يدعو بهذا الدعاء في ظلم الليالي لا يكون له وحشة في قبره. بعد إتمام الركوع، النبي دخل المسجد صلى الله عليه وآله، إلا واحد يصلي ها سريع، شباب يقول: واش الصلاة حطيتها في الأربعة، يعني ما في الأربعة، قال في دقيقتين خلصت فرض. إذا أنت ما تكمل الركوع والسجود الأذكار، هذه الصلاة تخلي الواحد يطلع على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. نقر كنقر الغراب، إن مات وهذه صلاة مات على غير دينه. وبالتالي الرواية تقول عن إمامنا الباقر: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة القبر. اللي ما يتمم ركوعه تدخل الوحشة. بعد عيادة المريض، إذا واحد مريض في القرية وزرناه، الرواية الله يوكل ملك يعود هذا الإنسان اللي زار مريض، يوكل ملك يزوره إلى يوم القيامة، يدخل عليه قبره وانسى على زيارة مريض. شوف الإسلام شلون يربطنا مع بعضنا البعض. بعد قراءة سورة ياسين قبل النوم تضيء القبر. الآن نجي إحنا وش نقدر نقدم للميت حق نذهب وحشة القبر؟ ورد نتصدق عنا أول يوم، أول يوم يوم الوحشة، ما قدرنا نتصدق نصلي. يصلون في المرخ صلاة ليلة الوحشة، يسمونها الفقهاء صلاة ليلة الدفن، صلاة الوحشة دي.
هذه إذا صليناها فلها طريقتين موجودة في الكتب، إذا نصليها ترفع الوحش على الميت. أول ليلة ليلة وحش على الميت، فإذا صليناها راحت عنا الوحشة. الرواية تقول تصدق، ما حصلت تصدق صلي. المؤمنين حين يجمعون يتصدق ويصلي، يقول رجاء رجاء تكون صحيحة وترفع عن الميت وحشته. عندنا صاحب مستدرك الوسائل شيخ حسين نوري ينقل يقول كان أستاذنا الشيخ الآبادي، هذا واحد من أصدقاء الشيخ الآبادي، جلي قال السلام عليكم شيخنا، أنا شفت فلان الله يرحمه اللي توفى في المنام، فسألت عن نفسه، قلت له بش أخبارك في عالم الآخرة؟ قال لي كنت في شدة، ببركة هدية الشيخ الآبادي رفعت الشدة عني. أنت يعني مسوي شيء إليه؟ وش قال؟ قال هناك سر سوف أبوحه لك، ما أبحت لأحد. وهو يقول كل مؤمن أسمع مات أعرفه ما أعرفه، عندي علاقة يا ما عندي علاقة يا، أقوم أصلي عنا صلاة الوحشة أول ليلة، أقول يمكن أهله في غفلة في حزن يغفلون، هذا مؤمن لي حق علينا، وصلي فالشدة ارتفعت بصلاة هذه صلاة الوحشة. آخر شيء أرواح المؤمنين تجتمع لولا، المؤمنون أرواحهم يجتمعون في وادي السلام في النجف ظهر النجف، لكن الكفار أرواحهم في حضرموت في اليمن وادي براهوت اسمه تجتمع هناك. الروايات تقول إذا المؤمنين مثلا إحنا أهل المرخ، أمواتنا من أهل المرخ مجتمعين في وادي السلام ويا غيرهم، إذا جاء واحد توا ميت من المرخ يقولون ليه اتركوه اعطوه فرصة، لقد يعني جاء من هول الآن خلى يهدأ، يعني عقب ما يهدأ يقول ليه وش أخبار حج فلان، إذا قال تركته في الدنيا حيا يقولون إن شاء الله يصير يعني على خير ويجينا الجنة يعني النعيم، إذا قال أوه هذا من زمان مات يقولون هوا هوا هلك هلك راح النار، يعني لو مات لو هو على الإيمان جابوه يانا، ما دام مو يانا يعني في براهوت. فيتسألون عن معارفهم، إذا قالوا لهم مات من زمان أو مات يتأسفون أنه هذا راح إلى وادي براهوت. إنزين إذا أنا رحت لقبر الميت يعرفني أنا جاينا، لو بس توصل الهدية ما يدري من يعرف من حتى على قبره، والروايات تقول يا ناس بكم وإذا انصرفتم عنه تصيبه وحشة الفراق. هسه في وادي براهوت في العفو في وادي السلام أو في القبر، لا ينتقل ويأتي، إذا جينا لقبره هو موجود، إذا رحنا في وادي السلام مع أرواح المؤمنين. وورد أن اللي يوم بيدعو ويستجاب له يروح عند قبر أمه أو أبيه ويطلب ما يشاء ببركة أنه رفع وحش عن الوالدين يستجاب دعاءه. طبعا النبي صلى الله عليه وآله في بعد يوم قتل أبو جهل وغيره ورموهم في البئر يسمونه القليب، جاء النبي قال لهم يا فلان يا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قام لي الخليفة عمر قال يا رسول الله تكلم هام صديت؟ قال ما أنت بأسمع منهم، ما أنت بأسمع منهم، يعني الآن أنت تسمع بدونهم بدون أدون يسمعون. وش قال النبي؟ قال ما باقي بس أعرض بوجهي عنهم وتستلبهم الزبانية. الإمام علي في الجمل شلون عقب ما انتصر وانتهت المعركة جاء إلى رجل اسمه كعب بن سورة. من هو الرجل؟ هذا الخليفة عمر خلاه قاضي على البصرة، ولما مات عمر وجاء الخليفة عثمان خلاه أيضا والي على البصرة، فلما مات عثمان وأصبح علي بن أبي طالب الخليفة الحقيقي والحق وصارت وقعة الجمل، هذا خلى القرآن علق في رقبته وطلع ويا أولاده لحرب علي بن أبي طالب قاضي القضاة، فقتله أولاده في الجمل. الإمام علي جا وصل إليه قال بعض رجاله أجلسوا كعبا، قعدوه ميت، يا كعب قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ أضجعوا كعبا، خلاص تهينا قصتنا وياه،
مشى خطوات قال أجلسوا طلحة من الزبير وقعدوا وهو ميت. يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدت ما وعدك ربك حقا؟ قاموا جماعة قالوا يا علي تكلم الموتى ما يسمعون. قال بلى سمعوني كما سمع قتل القليب رسول الله يوم بدر. انتم تفهمون ما تدرون بينما انا ادري انهم يسمعون. فيا حبيبي يسمعون. وفي بعض الروايات اذا تروح قبورهم قبل طلوع الشمس يجيبونك يمكن ما تسمع لو يكشف لك الغطاء تسمع. سيد القاضي يوميا يروح يقعد عند وادي السلام بالساعة تلامذته يقولون نستمل قاعد ساكت تالي يخبرنا مغيبات فأخبرنا من وين لك هالمغيبات؟ قال من جلوسي في وادي السلام. هاي اللي انتم تملكم جلستي. الرواية تقول إذا تحدثهم قبل طلوع الشمس يسمعون ويجيبون، بعد طلوع الشمس يسمعون ولا يجيبون. هسا اللي نفسه شفافة يمكن يسمعهم، اللي نفسه كلها ذنوب ما يرى شيئاً. الآن الأرواح إحنا نزورها، هي تزورنا بعد. ولهذا ورد كانوا يسألون الأئمة يجون كم مرة في الأسبوع يجون؟ قال الإمام على قدر فضلهم، كل واحد شنو قربة من الله. إذا هالميت من أولياء الله يقدر يزور أهل بيته كل يوم. إذا هالميت منزلته أضعف كل ثلاثة أيام. إذا لا ضعيفة كلش يعطونا زيارة كل أسبوع لأهله. فيجي فوق البيت عند الزوال أذان الظهر وشوف. الرواية تقول المؤمن يرى من أهله ما يسره ويحجب عنه ما يكره. ما يبي الله يحزن المؤمن ما يراوي الأشياء اللي تؤدي إلى حزنه. والكافر إذا زار أهله يرى ما يكره ويحجب عنه ما يسره. هذه خلاصة الحديث عن عالم البرزخ بما سمح به الوقت. والقرآن يتكلم عن حياة أرقى من هالحياة. يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. إذا كان الميت حي في عالم البرزخ ويسأل عن من تركهم في الدنيا بل ويزورهم، اللي الله ذكرهم بالحياة في القرآن هم الشهداء، لهم حياة تفوق حياة غيرهم. وإلا الإسلام ما بيخصهم في القرآن دون أن تكون لهم ميزة، لهم ميزة أرقى. والشهادة هدية من الله لمن أعد نفسه واستعد وباع نفسه إلى الله. بايع إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا فوز. طريق الشهادة فوز. علي بن أبي طالب ضربوه ضربة على رأسه ما قال قال فزت، لأن القرآن يقول وذلك الفوز العظيم. قال فزت ورب الكعبة ومن أفضل الشهداء شهداء كربلاء. شهداء كربلاء ليس فقط الذين قتلوا على أرض كربلاء، من قتل في حركة الحسين هو مع الحسين، وأول الشهداء هو مسلم بن عقيل أرسله إلى الكوفة وحوصر وجرى عليه ما جرى وقتل غريبا وحيدا، خاض المعركة لوحده، ظروفه كانت صعبة، كان يقاتل والنساء من أعلى البيوت ترمي عليه والرجال في الأسفل افترقوا عليه. هذا كان حال مسلم، وبالتالي قتل وانقطع خبره عن الحسين. الحسين الآن يتوقع أخبار من العراق لكن لا يصله شيء من العراق، إلى أن الرواية تقول وصل إلى منطقة زرود. منطقة زرود نزل الإمام وقف بجهة الكوفة لعل أحد يأتي من الكوفة يستعلمه عن خبر الكوفة. الرواية تقول بينما الإمام واقف وإذا برجل قد أقبل
فالإمام انتظر حتى يسأله عن خبر الكوفة، لكن ذاك الرجل دقق وإذا برجل ينتظره وبجنبه خيام وبجنب الخيام أعلام ترفرف، دقق وإذا بها أعلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن هذا ثقل الحسين، ولأنه يحمل خبر صدع قلب ابن فاطمة مال جانبا، كره أن يكون هو من يوصل الخبر إلى الحسين. في هذه اللحظة هناك رجلان أسديان شاهد الموقف هرولا إلى الرجل الكوفي، تعارفوا فيما بينهم، طلع واحد من أبناء عمومتهم ممن له عقل ورأي وصدق، استعلم خبر الكوفة وجاء مسرعين إلى خيمة الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله، وعليكم السلام يا أبا عبد الله، لقد استبرأنا لك خبر ذلك الرجل، إنه أسدي منا، له رأي وعقل وصدق، لكن يا ابن فاطمة إن شئت أخبرناك سرا، وإن شئت أنبأناك جهرا. وإذا بالإمام يدير طرفه وطرفه في وجوه من حوله، من كان معه في خيمته؟ أولئك الذين سطروا الملاحم البطولية في كربلاء، لهذا قال ما دون هؤلاء سر. حينها قال إنه يقول لم يخرج من الكوفة حتى رأى مسلما وهانيا يقادان في الأسواق من أرجلهما. أين المنادي ومصيبتا؟ لما سمع الإمام ذلك جرت دموعه على خديه، استرجع بأبي وأمي وأخذ يؤبن مسلما، رحم الله مسلما، فلقد صار إلى روح الله وريحانه وجنته ورضوانه. أما أنه قضى ما عليه وبقي ما علينا. التفت إلى آل عقيل، ما تقولون؟ فلقد قتل مسلم. قالوا والله لا نرجع حتى نأخذ ثأرنا أو نذوق ما ذاق مسلم. حينها قال الحسين لا خير في العيش بعد هؤلاء، لكن يا شيعة لما تسامع الناس خارج الخيمة أخذوا يتفرقون عن الحسين يمينا شمالا. قلب الحسين ليس مع هؤلاء، إنما مع يتيمة لمسلم، لهذا قام يتخطى الخيام. أين أنت بني يا حميدة؟ إلى أن وجدها أجلسها في حجره، أخذ يمسح على ناصيتها. أحست اليتيمة بنزول للبلاء، لأن أباها مسافر وقد انقطعت أخباره، وخالها يصنع بها كما يصنع باليتامى. لهذا التفتت إلى الحسين، خالي يا حسين
ما لي أراك تصنع بي كما يصنع باليتامى، هل أصيب والدي بسوء؟ هذا سؤال من يتيم إلى قلب شفيق على اليتامى كقلب الحسين. لهذا أخذ الإمام سليها: بني أنا أبوك، بناتي أخواتك. لما سمعت ذلك أيقنت بنزول البلاء، صرخت ونادت: وأبتاه ومسلما، قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، تمسح على راسي ودمع العين همال، جني يتيم الكاف يالله من هالأحوال، ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، خليت عبراتي على خدودي جري، بمسحك على راسي تركت القلب دايب، هذه يا خالي من علامات المصايب، قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيب يعودها الله بعجلي، ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود، قالها: يا بنتي والديش ما ظلت يعود، شهقة ظلت تنتحب وبروح حجود، صاحت: يا خالي لا تفاول بالمني، سافر عصاه يعود لي بالسلام، واقعد بحجرة وينشرح صدري بكلام، شنهو سمعت عن والدي حلو الجهام، قالها: يا بنتي غيبت عنك بطيء، انا اللي جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين، يقولون من قصر الامارة ذبين، بالحبل بالاسواق جي اسمه يسحبون، راس المشكر راح للطاغي هدي. اذا كنت لا تدرين ما الموت فانظري، نسألك اللهم ونسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم إنا نسألك بهم أن تفرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا.